الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله حمدا كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولذكر الله اكبر من سوره العنكبوت الايه 45 بعدما وفقنا الله عز وجل لصيام شهر رمضان ووفقنا لقيام لياليه ووفقنا لتلاوه كتابه نسال الله القبول تذكرنا هذه الايه الكريمه بجلال الله عز وجل وبعظمته تذكرنا هذه الايه بان اعمالنا يطلع عليها ربنا عز وجل وتذكرنا هذه الايه بان الله اكبر من مشكلاتنا اكبر من همومنا اكبر من الاوبئه التي تعاني منها البشرية تذكرون بأن الله أكبر من كل شيء فالله أكبر نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يدرك إيمانا واحتسابا بأن الله أكبر وبأنه هو القادر على أن يغير حالنا إلى أحسن حال وهو القادر على ان يرحمنا في الدنيا وفي الاخره وان يلبسنا جميعا ثوب الصحه والعافيه وان يوفقنا الى ما يحبه ويرضاه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فمن وجد الله فماذا فقد يا سماسين سي ربي ما القران ولا ذكر الله اكبر باش نحسو بلي ربي سبحانه دايما زنت سيد الاكبر وفق ربي سبحانه نظام قر رمضان قيام صلاه التراويح صلاة التهجد آه يكون خير ان شاء الله هذه قبل ربي يكون في مذان المرة ان شاء الله آه يوفق ربي سبحانه ونسفغ زكاه الفطر وزكاة الفطره كني غادي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن طهرة للصائم وطعمة للمسكين وفي رواية للمساكين بعدما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهرة للصائم وطعمة للمسكين طهرة للصائم جبر لصيامه لاخطاء صدرت منه لذنوب اجترحها وفي الوقت نفسه لها بعد اجتماعي فهي طعمه للمسكين النبي عليه الصلاه والسلام دي فرض لنا الفضراء زكاه الفطر اكيد أغدينا يناد طهره للصائم وين يوزاملنا هذا نديغ إذن فيك خدم ربي سبحانه هذا سي رمضانيس ان ديخوص وذا طعمة للمسكين باش يمغضان يهليلن ويرسعون راه العيد ونتي السفران قبل تزليثن العيد ثلها ونتي السفران يومين يبس قبل العيد ثلها ونتي السفران تقوسني مزوره <hesitation>> آه رمضان ثلها اتجاه على ربي ان شاء الله السبه باش هذه جفر سبحانه أين يخصن ذي رمضان النغ ولكن من بعد رب شغدينا ندول ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون باش غفلا نظر دائما ربي سبحانه هو أكبر أكبر, اكبر من الهموم من من المشاكل النغ من الطنقي في خلقي مرة الوباء يأكل هلكة وياض الطاسي قلان باش نظر دائما وغفغال العقل دائما الله اكبر ومن اجل ترسيخ هذا المعنى الوارد في هذه الايه القرانيه ارشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم في صلواتنا ان نبداها دائما بقولنا الله اكبر وحينما نركع نقول الله اكبر الى غير ذلك من التكبيرات التي علمنا اياها نبينا صلى الله عليه وسلم. وبيوم العيد ايضا نكبر الله عز وجل. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الله اكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. عيدكم مبارك. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وأن يعيد هذا العيد وسائر الأعياد عليكم وعلينا وعلى أمتنا وعلى سائر الخلق بالخير واليمن والبركات ذي سيارة نزور ربي سبحانه إن شاء الله سشفى إي موضان وقاذي مثلث يرحم وذي الله ربي إن شاء الله فلان غرمضان الناغ القيام الناغ فضل الناغ طراويح الناغ إن شاء الله ذي العيد ثمر بحث اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم غير حالنا إلى أحسن حال اللهم غير حال أمتنا إلى أحسن حال اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحبه وترضاه اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان فاعنا على طاعتك امين امين والحمد لله رب العالمين